مرحبا يا أصدقاء، ما رأيكم أن تشاركونا في اللعب؟ لا نريد مرافقتكم. لماذا؟ لأنكم في الصف العاشر ونحن أصغر منكم. ولا أرى مانعا في هذا، دعونا نلهو. لا، لقد تعلمنا أن لا نرافق من أكبر منا في العمر. يا أبنائي، تذكروا أن تختاروا أصدقاء جيدين من نفس أعماركم. يا معلمي، لقد رفضت اليوم مرافقة طلاب في الصف العاشر. أحسنت يا حمد، لقد أحسنت التصرف. صفقوا لحمد.